مرحبا بكم. منذ أن خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار بهجوم قوات الاحتلال المغربية على المدنيين الصحراويين العزل في فجوة القرقرات أقصى جنوب الصحراء الغربية وعودة الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، تعود الذكرى الثانية وهي تحمل معها كثيرا من الخيبات للمحتل وعديد المنجزات للقضية الصحراوية. ما حجم المكاسب الدبلوماسية والسياسية التي جنتها جبهة البوليساريو بعد مرور عامين؟ كيف عرت التقارير الحقوقية انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة؟ ولماذا فشل المغرب في افتكاك تأييد دولي لأطروحته في الصحراء الغربية؟ موضوعنا الثاني من نبض العالم، وعلى وقع سياق دولي وثنائي يطبعه التوتر والتشنج، تصافحا الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على هامش انعقاد قمة 20 في بالي الإندونيسية. يريد بايدن إعادة فتح حوار خلال اجتماعه اليوم مع نظيره الصيني، ولكنه سيسعى أيضا إلى تحديد ضمانات من ألا تتحول المنافسة إلى مواجهة بين العملاقين. في المقابل يريد شي تحركا أمريكيا في مسألتي التجارة وتايوان. ما هي الضمانات التي يريدها الرئيس الأمريكي من نظيره الصيني؟ وما المطالب والمحاذير التي يحملها شي في جعبته؟ وأي قواعد يريدها بايدن لمنع تحول المنافسة إلى مواجهة؟ عامان من خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو عام 1991، في الذكرى الثانية لخرق الرباط الاتفاق باعتداء عسكري على عدد من المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالقرقرات، الأمر الذي أجبر القيادة الصحراوية على إعلان حمل السلاح مجددا دفاعا عن الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. نتابع. لا يرى الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية غير الحرب والانتهاكات والتضليل بعيدا عن كل مصطلحات السلم والأمن وتقرير المصير غير الموجودة في قاموسه وذاكرته، رغم ما وثقه التاريخ عن كفاح الشعب الصحراوي من أجل الظفر باستقلال أراضيها. وقبل 31 عاما من الآن دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991، قبل أن تنسف الرباط الاتفاقية وتجعل من معبر القرقرات مسرحا للحرب التي شنها الاحتلال المغربي حين هاجمت قواته مدنيين صحراويين جاءوا للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية، فلم يكن بدا من الحرب وفق الرئيس الصحراوي، محطة كانت فرصة للصحراويين للعودة نحو الكفاح المسلح. في الذكرى الثانية لخرق وقف إطلاق النار من طرف الاحتلال المغربي لم يغلق التاريخ كتابه الكبير، وما زال يسجل انتصارات الجيش الصحراوي الذي يقض مضاجع الجيش المغربي كل يوم بسلسلة هجمات في عمق تخندقاته، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار العار. وبعد كل فصل يمر من الحرب وآخر يبدأ من جديد، ينهض الشعب الصحراوي من رماد يتجدد بانتصارات داخلية وخارجية تخسر فيها الرباط نقاطا توسع رقعة عزلتها، يقول الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي أشاد بالمناسبة بدور الشباب في العطاء والاستعداد للتضحية في سبيل الحرية والاستقلال، إلى أن يصل اليوم الموعود
بتنظيم استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي تقرير مصيره. عامان بعد عودة العمل المسلح، الصحراء الغربية تستعيد زخمها في المحافل الدولية. عن الموضوع معنا السيد حمدي عمر، نائب ممثل جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وممثل جبهة البوليساريو في فيينا السيد محمد أسلام أبادي طبعا، والسيد علي سالم التامك النائب الأول لرئيس تجمع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. في دعني أبدأ معك سيد محمد أسلام بادي. في الذكرى الثانية لاستئناف الكفاح المسلح، الرئيس إبراهيم غالي يشيد بدور الشباب في العطاء والاستعداد للتضحية في سبيل الحرية والاستقلال. عامان من الكفاح، كيف تراهما؟ شكرا مجددا على على هذه الاستضافة الكريمة، وتحياتي لكم ولمشاهدي قناة الجزائر الدولية الكرام. عطفا على السؤال، يمكن القول أننا في الواقع مع إعلان العودة أو استئناف الكفاح المسلح، يمكن القول أننا دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة تقطع مع حال الجمود التي كان تتغذى عليها دولة الاحتلال، والتي حاولت من الأمم المتحدة البعثة الأممية لتنظيم الاستشارة في الصحراء الغربية مجرد غطاء لتشريع الاحتلال ولتواجده اللاشرعي على أجزاء من تراب على أجزاء من ترابنا الوطني. أقول أنه بعد 3 عقود من الانتظار ومن الصبر الذي أبداه شعبنا من خلال بعد تبني خطط التسوية، قرار 390 عفوا في القرار 690-91 سنة 91، وكان الشعب الصحراوي في انتظار تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء كان يفترض أن يكون نزيها وعادلا وديمقراطيا. هذا العام امتد ل3 عقود من الانتظار الطويل. لا. بعد هذه العقود الثلاثة الطوال أصبح شعبنا وخاصة الأجيال الشابة الصاعدة في توق إلى القطيعة مع حالة الجمود لهذه. لذلك يعتبر الحقيقة وقف إطلاق النار، رغم أننا لم نكن المتسببين في خرق وقف إطلاق النار، كل الدلائل تؤكد أن سياسة الغطرسة المغربية التي قابلها لا مبالاة من المجتمع الدولي. نعم. ومن المتحدة، كل ذلك في الواقع أعطى دفقا جديدا وحماسا من خلاله أكد. نعم. شعبنا توقه إلى العودة إلى استئناف الكفاح المسلح. خلال هاتين السنتين يمكن القول أننا يعني حققنا نتائج جد إيجابية. نعم، تم تحقيق نتائج جد إيجابية. دعني أنقل هذه الفكرة للسيد علي سالم التامك. نتائج جد إيجابية في مرحلة جديدة تخوضها أو يخوضها الشعب الصحراوي. شكرا جزيلا لقناة الجزائر الدولية. في البدء نحن ضد الحرب، لأن الحرب مدمرة ولها نتائج كارثية على شعوب المنطقة، وهو ليس اختيار طوعي للشعب الصحراوي، ولكن
اضطراري نتيجة عدوان الاحتلال المغربي على جزء آخر وجديد من الصحراء الغربية المحتلة. لذلك تم استئناف الكفاح المسلح من جديد، وهو حق مشروع وعادل تضمنه القوانين الدولية في إطار الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الصحراوي، في مقدمتها تقرير المصير والاستقلال الوطني. نعم. دليل على أن الشعب الصحراوي ينزع إلى السلام هو أنه منذ 1991 أكثر من 3 عقود منح للأمم المتحدة ولكل الفاعلين الفرص والإمكانيات لتحقيق سلام وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية. نعم. ولكن الاحتلال المغربي مستمر في إدامة هذا الاحتلال عمليا على أرض الواقع، ولذلك قام مجموعة من المدنيين الصحراويين في ثغرة القرقرات غير الشرعية بالاحتجاج على استمرار وتأخير الحل، إضافة كذلك على أسباب أخرى. نعم. تتمثل في النهب الخيرات والثروات واستغلالها. نعم. واستغلال ثغرة القرقرات لتسهيل مرور هذه الخيرات والحصار العسكري بكل أشكاله والإعلامه. نعم. ويشكل جدار التقسيم العسكري مظهر فعلي من مظاهر هذا الحصار وهذا الاحتلال. دعني أنقل الكلمة للسيد حمدي عمر، عفوا على المقاطعة. ما الذي يمكن أن نتحدث عنه من نتائج عسكرية تحديدا في الميدان بعد 2 عامين من الكفاح المسلح؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا لضيوفكم الكرام وللمستمعين. بالتأكيد يعني المكاسب التي حققتها الدولة الصحراوية وحققها الشعب الصحراوي عن طريق مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مجسدة على أرض الواقع ومتمثلة على أنها أولا فرضت على الاحتلال المغربي أن يلعب آخر أوراقه من خلال يعني شاهدنا جميعا هرولته للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن أيضا الزيارات المتبادلة بين القادة العسكريين بين الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال المغربي، وأخيرا يعني ما تم تجسيده عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك واستعانة بطائرات المسيرة الصهيونية. هذا كله من أجل صد ضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين صراحة أعادوا التاريخ من جديد من عبر تجربتهم القتالية التي فرضوها على أرض الواقع منذ 1975 إلى غاية 1991، والتي فرضت على الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عفوا الهرولة إلى إيجاد أرضية مناسبة لعقد اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو والتزامه بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. إذن الآن أرض الميدان تشهد يعني تسجيل العديد من المكاسب العسكرية، تسجيل يعني على أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين تولوا زمام الأمور منذ يوم 13 نوفمبر 2020 بعد الخرق المغربي لوقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، نلاحظ على أنه أصبحت يعني العمليات العسكرية أو الأقصاف إن دل الوصف عسكريا مستمرة بشكل يومي على طول جدار الدولي والعقل المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية لجزئين ويمتد طوله إلى مسافة 2700 كيلومتر. وبالتالي هذا يؤكد على أن الشعب الصحراوي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى مصمم على استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني، وعلى أنه مقتنع بأن للحرية طريق واحد عبر فوهة بنادق مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. نعم، الشعب الصحراوي مصمم على استكمال
الاستكمال والوصول إلى حريتها. سيد محمد أسلام بادي، تحديات تعرفها القضية الصحراوية في الوقت الراهن ومسؤولية عظيمة بسبب التطورات المتسارعة، ما الذي يحضره الشعب الصحراوي لما هو قادم بناء على عامين من الكفاح؟ هو في الواقع يعني ما دمنا نتحدث عن استئناف الكفاح المسلح، لو سمحت لي وبعجالة يعني أؤطر هذا الأمر في سياق في سياق الأحداث الزمنية. فقط يجب أن نشير إلى أن ثغرة القرقرات كما تفضل الإخوة الكرام هي في الحقيقة ثغرة غير شرعية، ومن الطريف التذكير نفسها ذكرت أن هذه المنافية المخطط الموقع في سنة 91 الاتفاق 690 وكذلك الاتفاقات العسكري رقم 1 الموقع 97 لا يشير ابدا الى هذه الثغره. نعم. بل في التقرير الامين العام 2001 في مارس 2001 اكد يعني في التقرير 2001 398 في الفقره الخامسه يؤكد ان هذه الثغره في الحقيقه غير شرعيه ويمكن ان تهدد وقف اطلاق النار. فيما بعد و 2017 يبدو أن غوتيريش بدأ في الحديث عن معبر تجاري أو مدني، وهو ما يتنافى مع موقف الأمم المتحدة، ويؤكد بما لا يدع مجال للشك الموقف المتخاذل للأمم المتحدة في الدفاع حتى عن مخطط التسوية وعن القانون الدولي في ظل كذلك تقاعس مجلس الأمن عن التقاط الرسائل التي المقلقة التي لم يأخذها بما أخذ الجد. نعم. كانت النتيجة بعد في هذه العربدة وفي هذه التحدي في غياب عن أي محاسبة. نعم. كان في خرق وقف إطلاق النار والتهجم على المدنيين كما على مدنيين احتجوا فقط في وجه هذا الاستنزاف المستمر لثرواتنا الوطنية وهذه الخروقات الممنهجة ضد مدنيين في المناطق المحتلة. نعم. طيب. وكذلك هذا التقاعس الذي الذي يبدو أنه إلى حد الساعة لا يبدو أن له حد. نعم. تقاعس لذلك أقول. نعم. أن الآن نحن مقبلون على مرحلة جديدة يعني معها تم القطيع النهائي مع حالة الجمود، وبالتالي أعتقد أننا ندخل ديناميكية دولية جديدة ليس على المستوى الدولي ولكن كذلك جهويا ووطنيا. نعم. أن كل الأطراف ديناميكية واستقوى دولية، وكذلك يعني يبدو أنه تحالف مع الحكومة الحالية الإسبانية. عفوا دعني أنقل هذه الفكرة بالذات لسيد علي سالم التامك. ديناميكية دولية، الرئيس غالي أكد أن جبهة البوليساريو لا يمكنها التعامل مع أي مقاربة تهدف إلى القفز على الشرعية الدولية ومصادرة حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير. هل هناك مقاربات تحاول أطراف الدفع بها في الوقت الراهن؟ بالفعل على أن هناك محاولات من قبل قوة الاحتلال المغربي وبعض القوى الدولية التي تتآمر على القضية الصحراوية للالتفاف على الحقوق التاريخية للشعب الصحراوي ومحاولة اختزال الوضع في صراع ثنائي بين المغرب والجزائر، وكذلك توسيع بشكل فظيع على أن النزاع بين قوسين يمتد إلى أطراف متعددة، وهو ما تجسد في مقترح
الطاولات المستديرة يعني خلافا ل يعني النزاع بين طرفين رئيسيين وهما قوة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. ثانيا أريد أن أؤكد لأن هناك فرق بين الكفاح المسلح والحرب. نعم. على أن استئناف الكفاح المسلح هو تأكيد على الإرادة الجذرية الجماعية للشعب الصحراوي وجواب واضح للاحتلال المغربي وغير ذلك من الأطراف الدولية من خلال المراهنة على الوقت وعلى نفاذ الصبر وعلى غير ذلك من الاعتبارات والتطورات على أساس أنها ستنهي قضية الصحراء الغربية، ولكن العودة واستئناف الكفاح المسلح تأكيد على قوة هذه الإرادة وعلى الإجماع على مطلب الاستقلال الوطني. كذلك في جانب آخر أساسي وجوهري وعقب استئناف الكفاح المسلح استغل الاحتلال هذه الظروف وضاعف من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين، والدليل على ذلك القتل وتدمير الممتلكات لمواطنين شرق جدار التقسيم العسكري سواء صحراويين أو موريتانيين. نعم. أو جزائريين، هو ما يشكل مساس بمبدأ التناسب في استعمال القوة، ويعتبر في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بكل المقاييس. نعم، جريمة حرب بكل المقاييس. عفوا على المقاطعة، دعني أنقل الكلمة للسيد حمدي عمر. في هذه الذكرى ومع دخول عامل جديد في الصراع، وأنت ذكرته في بداية النقاش، والذي يتمثل في الكيان الصهيوني الذي قرر المخزن جلبه لمنطقة المغرب العربي، مع هذا المتغير الجديد، ما الذي تم تحضيره؟ بالتأكيد يعني حضور أو جلب الاحتلال المغربي إلى الكيان الصهيوني إلى المنطقة ومحاولة عن يعني الاستعانة به في إبادة الشعب الصحراوي وفي تكرير المسلسل الذي ورثه الملك المغربي عن أباه في عملية إبادة الشعب الصحراوي في حربه ضد شعبنا، هي صراحة تتمثل على أنها اختزالها في إعادة، لأنه إذا استرجعنا بعض الخطوات التاريخية وقمنا بالوقوف على 16 سنة من الكفاح المسلح التي خاضها الشعب الصحراوي والدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو ضد الاحتلال المغربي، استعان فيها هذا الأخير بالعديد من الأطراف الدولية من بعض أنظمة الخليج والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية في الدعم العسكري واللوجستيكي من أجل يعني الوقوف أمام المكاسب العسكرية التي يحققها مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي، لا أن كل ذلك انعكس جملة وتفصيلا بالسلب على الاحتلال المغربي. الكيان الصهيوني بالتأكيد يعني هو حامي يعني غير مباشر للاحتلال المغربي وضامن لاستمرار تواجده في الصحراء الغربية، لكن الواقع الذي مجسد على أرض الميدان من خلال يعني استمرار تواجد العمليات الأقصاف التي يقوم بها مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بشكل يومي رغم استعانة الاحتلال المغربي بالطائرات المسيرة التي ارتكب من خلالها العديد من الغارات في حق المدنيين الصحراء والجزائريين ومحاولة يعني زرع سياسة الترهيب، إلا أن ذلك لم يثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه، ولم يثني أيضا المقاتلين الصحراويين عن تحقيق المكاسب العسكرية الحقيقية في أولا تدمير جدار الذل والعار المغربي، تدمير القواعد العسكرية المغربية، الوصول إلى قواعد ما وراء الجدار، وهذا يعني يعتبر كأفاق يعني رسمه جيش التحرير الشعبي الصحراوي، لأن الآن أصبحت الرؤية واضحة للمقاتلين الصحراويين على أنه نحن أمام مواجهة جيش جبان لا يستطيع بالتأكيد فرض أي أمر الواقع بالقوى العسكرية. نعم، سيد محمد أسلامة بادي، تعنت المغرب وتماديه في خرق الشرعية الدولية في غياب تام للمجتمع الدولي سيدفع المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار والتوتر، حسب وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك،
ما السيناريوهات المطروحة في ظل هذا التعنت الدولي؟ ورجاء باختصار سيد محمد أسلم أبادي. باختصار شديد يمكن القول أن الحرب نونة ضد شعبنا، والحرب التي يشنها المغرب على الصحراء الغربية في الواقع يمكن أن تأخذ مسارات كلها في الواقع خطيرة، ما لم تتوفر إرادة سياسية لدى مجلس الأمن وأعضاء والأعضاء الدامين في مجلس الأمن لوضع حد لهذا العبث المغربي الذي يقابل بلا مبالاة من بعض الأطراف، بل وبتغطية من أطراف أخرى داخل مجلس الأمن. الأمور تتجه بالتأكيد إلى التصعيد. ثمة سيناريو أن تستمر الحرب على ما هي عليه، لكنها ستتصاعد في ما بين جيش تحرير الشعب الصحراوي الذي بدأ يتكيف مع واقع الحرب الجديدة التي دخلت فيها التكنولوجيا، خاصة المسيرات التي يستخدمها المغرب ويوظف من خلالها يوظف فيها طائرات إسرائيلية بالأساس. يمكن أن نعود إلى سيناريو الحرب 16 الماضية، بعد أن يتم التكيف مع الوضع الجديد، ويمكن في ظرف وجيز يمكن أن يتمكن جيش تحرير الشعب الصحراوي من دك الجدران الدفاعية وإسقاط تلك المسيرات، هذا من جهة، ويمكن أن يعمد المغرب وهو وارد جدا تقوى بإسرائيل وجرها بحيث أنها أصبحت على الجبهة الغربية من الجزائر، يمكن أن يحاول الدخول في حرب إقليمية يجر الجزائر. وأعتقد أن الجزائر بالتأكيد كقوة إقليمية فاعلة لا يمكن أن تنجر بسهولة إلى مثل هذا المخطط الجهنمي. وعلى كل حال الحرب مفتوحة، ويمكن أن يصل لهيبها حتى القارة يعني عن المنطقة ككل. في أفغانستان نتحدث عن حرب أبوابها عند أقدام أوروبا، وبالتالي يجب أن يستيقظ المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ومثل من للعب الأدوار المنوطة بها لوضع حد لهذا العبث ولتمكين شعبنا من الحق الثابت في تقرير المصير من خلال استفتاء يتمكن من خلاله شعبنا من تحديد مستقبله بعيدا واضح عن كل جدا. يعني هذه الإرادة الجهنمية الشيطانية التي يحاول النظام المغربي فرضها واضح جدا عليها. ممثل جبهة البوليساريو في فيينا إلا الاستقلال. نعم، ولا حل إلا الاستقلال. شكرا جزيلا لك ممثل جبهة البوليساريو في فيينا السيد محمد أسلام بادي، كنت معنا عبر خدمة السكايب. سؤال آخر لك سيد علي سالم، أتامك المؤتمر القادم لجبهة البوليساريو الذي يعقد جانفي المقبل في ظل ظروف استثنائية أبرزها استئناف الكفاح المسلح وأخرى دولية متغيرة لها انعكاسات على المستوى الإقليمي والجهوي ومنه طبعا على القضية الصحراوية، كيف يكون المؤتمر محطة لتكييف الواقع السياسي والصحراوي مع المرحلة الجديدة؟ دعني لو منحتني قليلا من الوقت لأسجل التضامن مع الدكتور والصحفي الصحراوي محمد سالم الشراعي الذي طرد من قبل قوة الاحتلال منذ يومين بالعيون وهو في حالة صحية حرجة ويريد أن يلتقي مع عائلته لأسباب إنسانية، وأسجل كذلك التضامن مع حركة للمدنيين الصحراويين كحركة اجتماعية نقابية واسعة ضد الاستيلاء ومصادرة الأراضي وجريمة الاستيطان التي يباشر الاحتلال المغربي للأراضي، إضافة إلى أن الاحتلال المغربي تحت مسمى الاستثمار
والعلاقة مع الكيان الصهيوني التي أخذت شكل علني يريد أن يفوت هذه الأراضي للكيان الصهيوني وغيره من الشركات في إطار تدويل هذا الاحتلال ولحماية مصالح هذه القوى، ويصبح الاحتلال أمرا واقعا. بالنسبة للمؤتمر العام لجبهة البوليساريو هو بالنسبة لنا محطة فاصلة، لأنه ينعقد في سياق استثنائي وطني إقليمي دولي بكل المقاييس، خاصة عقب العودة للكفاح المسلح، وبالتالي سيكون فرصة للخروج بقرارات مصيرية ومفصلية تستشرف الأفق وإلى أين تسير الحركة في ظل كل هذه المتغيرات، على أساس تجذير وتأكيد الخيارات الوطنية الثابتة وفي مقدمتها الاستقلال. نعم. واستكمال بناء الدولة الصحراوية ومزيد من الإجماع الوطني على هذا المطلب أو المطلبين، وعلى الأداة الكفاحية الطليعية التي تقود الكفاح الوطني، وهي جبهة البوليساريو، وإبداء المزيد من الاستعداد. نعم. النفسي والنضالي لمواجهة الاحتلال المغربي، مهما كانت الاعتبارات ومهما كانت. نعم. طيب. الظروف. السيد حمدي عمر ولدت سالك قال إن فرنسا وإسبانيا عرقلتا تنظيم الاستفتاء منذ 1991، بل أزيد من ذلك تمت محاولة تغيير طبيعة القضية من تصفية استعمار إلى خلاف بين دولتين. نتحدث عن إسبانيا سانشيز وموقفها الأخير الداعم للاستعمار، كيف تقرأه مع مسؤوليتها التاريخية عما يحدث؟ بالتأكيد يعني ما حدث من خلال قرار بيدرو شانسيز الذي بعث برسالة إلى العاهل المغربي ويؤكد له على دعمه لمقترح المغربي للحكم الذاتي، هي أتت أولا يجب أن نضع القضية في سياقها الحقيقي. جميعا نعرف على أن دولة الاحتلال المغربي والنظام المخزني يعني يمارسون نوع من سياسة الابتزاز الحقيقية ضد إسبانيا، من خلال يعني سياسة المخدرات، من خلال سياسة المهاجرين وإلى غير ذلك، يضغط بها الاحتلال المغربي على إسبانيا. ولكن ما قام به بيدرو شانسيز هو يعتبر صراحة خطوة خطيرة في مساهمة إسبانيا كدولة كقوة مديرة للإقليم وتتحمل مسؤولية تاريخية من خلال التآمر الذي قامت به في حق الشعب الصحراوي سنة 1975 وبيعه يعني بشكل علني ومباشر للاحتلال المغربي وموريتانيا. إلا أن الخطوة التي أقدم عليها بيدرو شانسيز والتي صراحة لقت يعني معارضة شديدة من القوى السياسية الإسبانية، من الأحزاب السياسية، البرلمان، مجلس الشيوخ، فعاليات المجتمع. إلى ذلك أضيف لك صحيفة الديابيت الإسبانية قالت إن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خالف القانون ولم يفي بالتزام دستوري يجبره على إعلام الملك بتفاصيل اتفاقه مع المخزن. بالتأكيد. نعم. هذا مجسد يعني وأشارت له ليست فقط هي، ولكن هناك الكثير من الصحف الإسبانية والدولية التي أشارت عن الخطوة التي أقدم عليها بيدرو شانسيز، هي خطوة خطيرة يعني تجعل الملف أمام منعرج خطير، مع العلم أننا نسجل أيضا على أن هناك تراجع يعني يمكن أن نلاحظه من خلال خطاب بيدرو شانسيز على هامش القمة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد فيه على دعمه ودعم حكومته للجهود الأممية من أجل التوصل إلى حل سلمي في قضية الصحراء الغربية، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية الإسبانية بيعني وضع الخريطة الطبيعية والحدود المعترف بها للمغرب في سياقها الحقيقي. إلا أن كل هذا ذلك بالنسبة للدولة الصحراوية، بالنسبة للشعب الصحراوي، يبقى يعني هو يعني صراحة جزء بسيط من التآمر الذي قامت به الحكومات الإسبانية المتعاقبة في الصحراوي، وهذا بالتأكيد
يعني هو الذي كان عامل أساسي وحقيقي مساهم في استمرار الاحتلال المخزني، الاحتلال المغربي، في تعنته، في عدم احترامه للشرعية الدولية، ليس فقط من إسبانيا ولكن من فرنسا التي تعتبر الداعم الرسمي والأساسي للاحتلال المغربي داخل مجلس الأمن. لكن الشرعية الدولية واضحة، السياق القانوني واضح في قضية الصحراء الغربية، والتوجه الحقيقي للدولة الصحراوية وللشعب الصحراوي أوضح من كل ذلك. تبقى في الحقيقة على أن ما قامت به إسبانيا عن طريق بيدرو شانسيز هو وصمة عار في تاريخ إسبانيا، والشعب الصحراوي استنكر ذلك، واستنكرته أيضا حتى حركات التضامن، وكان آخرها المظاهرة التي شهدتها شوارع مدريد منذ يعني أيام قليلة، حيث تم استنكار خطوة إسبانيا ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية في قضية الصحراء الغربية، وأيضا مساهمتها في فعلا حقن الدماء وفي إيجاد حل سلمي يضمن الشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال. الشرعية الدولية واضحة في كل النقاط التي ذكرتها. سيد علي سالم التامك، مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وإفلات المخزن من الجرائم التي يقوم بها، خصوصا مع تصاعد هذه الجرائم منذ عودة الكفاح المسلح. أسمع السؤال بشكل دقيق. نعم نتحدث، سأعيد السؤال، نتحدث عن حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية المحتلة. نتحدث عن هذه المراقبة الدولية خصوصا بعد تكثيف الجرائم ضد المدنيين بعد عودة الكفاح طبعا، أو زيادة هذه الجرائم. تفضل. بالنسبة لوضعية حقوق الإنسان المتدهورة، هي أولا نتاج لواقع موضوعي هو الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، وبالفعل على أن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أخذت منحى تصاعدي منذ سنتين في ظل صمت مريب للأمم المتحدة وغياب للجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها آلية مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، فضلا على أن الاحتلال في سيادة الإفلات من العقاب وفي غياب أي مساءلة جدية وغياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين، هذا شكل غطاء وشجع الاحتلال المغربي على المزيد من التجاوزات الخطيرة. وأكثر من ذلك على أن السجناء السياسيين الصحراويين، كما أكد ذلك منذ أيام تقرير مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch التي قالت أن متابعتهم ومحاكمتهم محاكمة غير شرعية وانبنت على التعذيب والاعتراف المنتزع، وهي يعني تأكيدات أتت بها كذلك اللجنة الأممية للاعتقال التعسفي والتعذيب. كل هذه التقارير تؤكد على الحصار العسكري والإعلامي. نعم رجاء دعني أنقل فيما بقي من وقت آخر سؤال السيد حمدي عمر. مع الذكرى الثانية لعودة الكفاح المسلح، محطة للتقييم واستشراف الآفاق والاستراتيجيات التي يجب القيام بها بخصوص القضية الصحراوية، رجاء باختصار. بالتأكيد يعني هو في حدود يعني الذكرى الثانية لاستئناف الكفاح المسلح، والتي أسميها شخصيا الجزء الأخير من الكفاح المسلح في قضية الصحراء الغربية، لأن الشعب الصحراوي مقتنع ومتأكد على أن الاستقلال الوطني واستكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني هي مسألة وقت، وثقتنا يعني في مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي هي ثقة يعني
قوية ومتجذرة منذ التاريخ. يعني صراحة لا يمكننا أن نقول على أننا أمام سيناريوهات متعددة. السيناريو الوحيد الذي أمامنا هو استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واندثار الاحتلال المخزني المغربي من الصحراء الغربية، أو أن يفنى الشعب الصحراوي عن بكرة أبيه ويصبح مقبرة يزورها العالم. ولكن إذا سمحت لي في نقطة أخيرة، أريد أن أقول على أن هناك شعوب تبنت يعني ودول بنت سياستها الخارجية على مبادئ ثورية ورثتها من تاريخها المجيد في التحرر وفي الإيمان بعدالة قضاياها، وهناك دول وشعوب تبني تاريخها على التآمر الذي ترثه من تاريخها التآمري ضد شعوب المنطقة وضد شعوب العالم. وفي الأخير يبقى الشعب الصحراوي وهو كذلك خيارين لا ثالث لهما، الاستقلال الوطني أو الاندثار. واضح جدا، أشكرك جزيل الشكر نائب ممثل جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف سيد حمدي عمر، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من سويسرا. الشكر موصول لك أيضا علي سالم التامك النائب الأول لرئيس تجمع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول أيضا للسيد محمد أسلام بادي ممثل جبهة البوليساريو في فيينا بالنمسا، أشكركم ضيوفي الأكارم. نبض العالم متواصل من قناة الجزائر الدولية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن الولايات المتحدة والصين بمقدورهما إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع. بايدن وفي مستهل لقاء جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، ذكر أن واشنطن تسعى لمنع تدهور العلاقات مع بكين، وأن العالم يتوقع من البلدين أن يقوم بدور مهم لعلاج قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي. أنا ملتزم بالحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بيني وبينك شخصيا، لكن أيضا لحكوماتنا في جميع المجالات. لدينا الكثير مما يتيح لنا فرصة التعامل معه. نتشارك المسؤولية لإظهار أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما إدارة خلافاتنا ومنع المنافسة من أن تصبح صراعا عبر إيجاد طرق للعمل معا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب التعاون المتبادل. وأعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية من أجل بلدينا والمجتمع الدولي، وسنناقش الكثير من هذه التحديات معا. بدوره أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده لإجراء حوار وصفه بالصريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة مع الولايات المتحدة وبما يمكن من تصحيح مسار العلاقات الثنائية وفق قوله. العلاقة بين بكين وواشنطن مهمة بالنسبة لنا، وعلينا أن نرسم المسار الصحيح لها. علاقتنا الحالية في موقف حرج ولا ترقى إلى ما ينتظره شعبي البلدين وشعوب العالم. حافظنا دائما على الاتصالات المفتوحة بيننا، لكن ذلك كله لا يمكن أن يعوض اللقاءات المباشرة. الصين مستعدة لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة مع الولايات المتحدة وكذلك العلاقة الدولية. لقاء جو بايدن وشي جين بينغ بحث عن ضمانات دون تنازلات. على الموضوع معنا مباشرة من القاهرة عبر سكايب المختص في الشأن الصيني عامر تمام، أهلا وسهلا بك بحضرتك. مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح لصحفيين عن تصميم أمريكي على تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول مع الصين، في الوقت نفسه تحديد ضمانات وقواعد واضحة من أجل أن لا تتحول المنافسة إلى صراع بين القوتين العظيمتين. ما هي هذه الضمانات التي تريدها واشنطن؟
بداية تحياتي لحضرتك. أعتقد أن واشنطن لا تريد ضمانات، ولكن هي تريد فرض إملاءات، وهو ربما ما سترفضه الصين. القمة بشكل عام، رغم أن كون وجود هذه القمة في حد ذاته هو نجاح، وهو شيء يعني يحسب للعلاقات ما بين البلدين، هي أول قمة ما بين الزعيمين منذ 3 سنوات، ولكن حدوث اختراق كبير في العلاقات أو حل للخلافات الكبيرة المتشعبة ما بين الصين والولايات المتحدة، هذا أمر مستحيل أن يحدث في قمة أو حتى في عشرات القمم، لأن هذه الخلافات وهذه المشاكل هي أكبر بكثير من أن يتم حلها في هذه القمم. ولكن الهدف الأساسي أو ربما سقف الطموح من هذه القمة هو إدارة الخلافات، إدارة هذه الخلافات ومنع انجرار الصراع أو التنافس بين البلدين إلى صراع مفتوح. ربما نحن الآن بصدد وجود صراع حقيقي ما بين الولايات المتحدة والصين، ولكن ما تخشاه البلدين هو وجود صراع مفتوح ما بين البلدين ربما لا تحمد عقباه. نعم معنا، تفضل. من ناحية أخرى، تحدث الرئيس بايدن عن وجود أو عن تحديد خطوط حمراء. الخطوط الحمراء لكلا الطرفين معروفة، ولكن ما يمكن بحثه في هذه القمة هو تعريف هذه الخطوط الحمراء. هناك رأي أو هناك اعتراف أمريكي بمبدأ صين واحدة، وفي نفس الوقت هي تشجع تايوان على الاستقلال، فبالتالي هذا اختراق للخطوط الحمراء الصينية. الصين تريد أن توضح للولايات المتحدة أن الخطوط الحمراء خاصة بالسيادة وبالتنمية وبالأمن الخاص بها. الرئيس الصيني استبق القمة بمناورات عسكرية كبيرة للجيش الصيني، وكان يرتدي البدلة العسكرية، وصرح وطالب في خلال هذه التصريحات الجيش الصيني بالاستعداد للحرب، وهي رسالة ربما يحملها معه إلى الرئيس بايدن، بما يفيد بأنه إذا ما دعمت الولايات المتحدة استقلال تايوان سيكون هناك صراع عسكري مفتوح ما بين الولايات المتحدة والصين. نعم، رسالة واضحة للغرب حملها الرئيس الصيني. معنا أيضا من القاهرة الباحث والمختص في الشأن الآسيوي الأستاذ أبو بكر الديب. مرحبا، أهلا وسهلا بك. القضايا الرئيسية التي ستطرح، وهل تتوقع أن تكون هناك تنازلات؟ بداية أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم وبمشاهديك الكرام. طبعا يعني ما بين يعني الدولتان العظمتان الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما يقولون ما صنع الحداد، هناك تنافس على قيادة العالم بشكل كبير جدا. الولايات المتحدة تخشى ما تخشاه هو يعني سيطرة الصين على الاقتصاد العالمي، حيث أن معدلات النمو لديها كانت تجري بسرعة، وكان يعني المتابعون يتوقعون أنها سوف تتربع على عرش الاقتصاد العالمي خلال سنوات قليلة، فأرادت منذ عهد الرئيس دونالد ترامب فرملة هذا التقدم بشن حرب تجارية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية زعزعة الاستقرار بجوار الصين وداخلها بدعم قضية تايوان ويعني تحركات عسكرية حول الصين. كل تلك يعني صراعات وخلافات وملفات كثيرة، منها ملفات فرعية أيضا، وهي تمدد الصين في عدد من بلدان العالم كالقارة الإفريقية وبلاد آسيا. لكن البلدان يعرفان أن الصدام بينهما هو نهاية لهما ونهاية للعالم، لذا لا يريدان الوصول إلى حافة الصدام، هما يبحثان عن مخرج للعيش بشكل مشترك ومعا دون أن يصل إلى صراع عسكري قد يعني يدمر الدولتين ويدمر العالم بشكل كبير. نعم، إلى أي مدى يمكن أن تبقى العلاقات في إطارها التنافسي سيد عامر تمام؟ مسؤولون أمريكيون أكدوا غير مرة على أنهم يعتبرون العلاقات بين البلدين تنافسية وأنهم لا يرغبون في نشوب حرب.
إلى استراتيجية الأمن القومي التي الخاصة بإدارة بايدن والتي تضع الصين كتهديد استراتيجي للنظام العالمي، وهي من وجهة نظر الولايات المتحدة أخطر من روسيا. من هنا أنطلق إلى أن يعني البحث أو وجود علاقات طيبة ما بين الطرفين هذا أمر مستحيل، ولكن ما يتم البحث فيه هو إدارة هذه الخلافات وألا يكون هناك صراع. الولايات المتحدة والصين لديهم أهداف، الصين لديها هدف أن تكون قوة عظمى، هذا الهدف لن يتحقق إلا في ظل علاقات قوية مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي. الصين لديها تبادلات تجارية كبيرة ولديها استثمارات ولديها أيضا تكنولوجيا تريد الحصول عليها. هناك مشكلة الرقائق الإلكترونية التي ستبحث أيضا في هذا الاجتماع التي تمنحها أو حصرت الولايات المتحدة تصدرها إلى الصين، هذا يعطل التنمية الاقتصادية الصينية. على الناحية الأخرى الولايات المتحدة تريد أن يستمر النظام العالمي بالوضع الحالي، وهذا لا يتحقق إلا بوجود صين قوية. إذن سيبحث الطرفان عن نقطة أو عن خط وسط لحل هذا الموضوع. نعم. المشاكل الكبرى الخاصة بتايوان، الخاصة ببحر الصين الجنوبي، الخاصة بالتدخل في السيادة الصينية سواء في إطار ملف شينجيان أو هونغ كونغ أو غير ذلك، أو حتى الحرب التجارية والرسوم الجمركية المفروضة، سيتم بحث كل ملف على حدة، ولكن إذا لم يتوصل إلى حلول إلى هذه الملفات هذا لا يمنع استمرار أو تحقيق اختراقات ونجاحات في ملفات أخرى. لذلك أعتقد أن القمة على الرغم من انخفاض سقف التوقعات بشأنها، ولكن مجرد انعقادها هذا جيد. حتى إذا تم التوصل إلى عدم التصعيد في ملف تايوان، خاصة وأن الجمهوريين قادمون إلى مجلس النواب كأغلبية، وزعيم زعيم الجمهوريون الذي من المتوقع أن يكون رئيسا للمجلس النواب، أعلن أنه سيزور تايوان. في حال حدوث ذلك وهو تكرار لسيناريو نانسي بلوسي، أعتقد أن الصين سيكون لديها رد قوي. لذلك لابد من إدارة هذه الخلافات ولابد من تخفيف التوتر ما بين الطرفين حتى لا يتحول الصراع إلى صراع مفتوح أو حرب كبيرة. السيد أبو بكر أديب، هذه الملفات التي ذكرها السيد عامر تمام، هل نعتبرها أوراق ضغط من بايدن؟ طبعا سيقدمها في قمته مع نظيره الصيني. ما هي هذه الأوراق برأيك؟ وذكر منها السيد عامر تمام بعضها على رأسها تايوان. يعني أنا عايز أقول بداية الرئيسان يعني بايدن وشي النظيره الصيني يتمتعان بعلاقات يعني يعرفان بعضهما البعض منذ يمكن أكثر من 10 سنوات، عندما كان كل منهما نائب رئيس في دولته ويعرفان بعضهما جيدا، وأشار إلى ذلك الرئيس بايدن، وهو ما يجعل يعني نقاط الاختلاف ممكن، نقاط الاتفاق ممكنة في هذا الاجتماع. الصين الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج للصين في ملف مثلا زي ملف كوريا الشمالية، هي تريد من الصين الضغط على كوريا الشمالية لوقف تجاربها النووية. كذلك تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين في ملف يعني وقف أو تهدئة الملف الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك تريد الولايات المتحدة من الصين دعم النظام العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، ولها مصلحة قوية في ذلك. إذن هناك ملفات اتفاق بين الطرفين كبيرة. طبعا ملفات الاختلاف متعددة أيضا، لكن أعتقد أنه لن يكون هناك تقارب شديد، ولن تتراجع الولايات المتحدة عن يعني استعمال ورقة تايوان كورقة رابحة تلعب بها وقتما تشاء، مثلما ذهبت بلوسي خلال أشهر وأثارت ضجة. يمكن أن يذهب زعيم الكونغرس أو مجلس النواب المنتخب الجديد إلى تايوان، هي كل فترة لن تجعل هذا الملف يهدأ لكي لا تجعل الصين تخرج عن عباءتها وتريد أن يعني تتحكم في الصين كل وقت وآخر. لكن الصين ماضية في يعني اتجاه أنها تصبح قوة عالمية، وهي ماضية بذلك بقوة ولديها إصرار قوي، ولديها إصرار قوي على ملف أن الصين واحدة ولن تتجزأ ولن تخرج عن عباءتها تايوان.
إذن نقاط الخلاف مستمرة، ولكن كما قال ضيفك هي عملية إدارة هذه الخلافات وعدم خروجها عن السيطرة. نعم، إدارة هذه الخلافات. حتى نتحدث عن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سيد عامر تمام، هل تعتقد أن النتائج الإيجابية التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس ستشد من عضد الرئيس جو بايدن خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ؟ نعم، بكل تأكيد هذا ما أعلن عنه الرئيس بايدن نفسه عندما أعلن أن هذه النتائج ستكون داعمة له في اللقاء مع الرئيس شي جين بينغ. على صعيد آخر، أيضا نتائج المؤتمر الوطني العشرين وإعادة انتخاب الرئيس شي لفترة ثالثة ووضع الرئيس شي في مرتبة الزعماء على نفس مستوى الزعيم المؤسس ماو زيدونغ، أعتقد أيضا هو داعم للرئيس شي. ولكن الأزمة الموجودة ربما تكون أكبر من أن يتم حلها، حتى في حال حدوث دعم من داخل الولايات المتحدة أو حتى في حال حدوث دعم من داخل الصين، لأن الأزمة هي أزمة وجود حقيقي ما بين الطرفين. الصين تسعى إلى أن تكون قوة عظمى في إطار نظام متعدد الأقطاب، وأن تكون الولايات المتحدة قطب وليس لها هيمنة. الولايات المتحدة ترفض ذلك وتعتبر الصين تهديدا للنظام العالمي القائم. لذلك على الرغم من وجود هذا الدعم، هذا الدعم لا يؤثر إلا في ملفات ربما، مثلا من وجهة نظري أعتقد أن الملف الحدود الرسوم الجمركية المفروض ربما يحدث فيه بعض الاختراقات، ربما يتم الحديث أيضا عن تعاون في مجال التغيرات المناخية. القنوات الاتصال التي قطعتها الصين عقب زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان ربما يتم إعادتها كبادرة حسن نية أيضا، ولعدم تكرار مثل هذه الزيارات مرة أخرى. أعتقد هناك ملفات بسيطة يمكن أن تخرج بنتائج إيجابية، ولكن الملفات الكبرى لا يمكن أن تحل بهذا الشكل. الوضع الحالي الذي نمر به الآن هو يشبه إلى حد كبير الأزمة الصواريخ الكوبية ما بين الولايات المتحدة وما بين الاتحاد السوفيتي، والتي كان الطرفان على وشك الصدام العسكري، ولكن اضطر الطرفان إلى الجلوس لمنع نشوب حرب على، وبدأ الحديث عن الحد من التسلح النووي وتحقيق نتائج إيجابية في العلاقات ما بين الطرفين على المستوى البعيد. أعتقد أن هذا اللقاء ربما يشكل نقطة انطلاق أو يحدث أرضية لتطور إيجابي، ولكن في المستقبل الملفات الكبيرة ستظل عالقة كما هي إلى أن يتم حلها بشكل أو بآخر مع الزمن. نعم، من الملفات الكبرى الحرب في أوكرانيا. السيد أبو بكر الديب، موضوع الحرب في أوكرانيا سيكون بلا شك حاضرا في لقاء زعيمين، ما الذي يريده بايدن من شي تحديدا والعكس كذلك؟ طبعا المعروف العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وهي يعني خاصة بعد أن قطعت أو شبه قطعت روسيا علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أوروبا والغرب بعد العقوبات الأمريكية الأوروبية التي زادت عن 10,000 عقوبة على روسيا، زادت روسيا في الاتجاه المقابل من علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستراتيجية مع الصين بشكل كبير، وبين يعني البلدين تحالف قوي ومهم يمكن من خلاله يعني الصين الضغط على روسيا أو يعني التوسط في إيجاد حل مناسب لل يعني المشكلة أو الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية. هكذا تعول يعني الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في حرب عالمية ثالثة مع روسيا يمكن أن يعني يستخدم فيها السلاح النووي وتدمر فيها يعني الكرة الأرضية بشكل كبير، وهي كذلك لا تريد الصراع يعني المباشر مع الصين، لذا تريد أن يعني تتعامل مع الصين بمبدأ النقاط. الصين كما قلت لديها يعني علاقات قوية مع روسيا، يمكن من خلالها يعني تهدئة الحرب الروسية توصل إلى مفاوضات يعني ترضي جميع الأطراف. دعني أنقل آخر سؤال للسيد عامر تمام، إلى أين تتجه الأمور، المنافسة أم الصراع وفق رأيك؟ أعتقد أن الأمور تتجه إلى إدارة الصراع،
الصراع موجود، نحن تعدينا مرحلة المنافسة خاصة في ظل وجود أحلاف عسكرية، في ظل وجود قواعد عسكرية، في ظل وجود تحركات استراتيجية أمريكية موضوع للسيطرة أو للتواجد بشكل كبير في منطقة المحيط الهادئ والهندي. الموضوع حتى وإن صرح بايدن أن الموضوع هو منافسة ولا يريد أن ينجر إلى صراع، هذا رحلة الدبلوماسية، ولكن ما يحدث الآن هو صراع. ما نريده وما ترغب يرغب البلدين في تحقيقه هو أن يتم صراع بشكل أو بآخر حتى لا يكون صراع مفتوح أو يكون حرب واسعة ما بين البلدين. طيب، وهو كذلك أشكرك جزيلا الشكر المختص في الشأن الصيني سيد عامر تمام، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. الشكر موصول أيضا للمختص في الشأن الآسيوي أبو بكر أديب الذي كان أيضا معنا عبر سكايب من القاهرة. شكرا لكم ضيوف الأكارم مشاهدين الأفاضل، كانت هذه ملفاتنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد وملفات أخرى. السلام عليكم.